تحديدا، ولماذا نرى أن هنالك يعني تكرار لنفس العناوين كما قلنا في البداية لنفس الكتاب أحيانا ونفس المواضيع؟ المشكلة هي في تصوري هي أن نحدد طبيعة المشكلة. أنا مختلف حول تحديد طبيعة المشكلة بأن هناك أزمة فحسب. أنا أحدد طبيعة المشكلة بأننا في لحظة تحول علينا أن نلتقطها ونتعامل معها لتحسين الأوضاع، بمعنى أنه مثلا الرقم اللي ذكر هذا رقم صحيح، ولكن هذا الرقم يعني سوداوي إذا قارناه بالخارج، إذا قارناه بالماضي ربما يكون كويس. فاللي انا عايز اناقشه هو ايه اللحظه الرهنه اللي انا بتناقش فيها وازاي انا عايز انتقل بيها. انا اللحظه اللي بتكلم عنها هي لحظه بتشهد لاول مره دخول اعداد كبيره جدا من الشباب الى دائره القراء، ودخول اعداد كبيره جدا من الشباب الى دائره الكتاب. احنا بنشهد مثلا في مصر لاول مره مئات بدون مبالغه او الاف من المبدعين الشباب اللي بينتظموا في حاجه اسمها جامعات ادبيه مستقله، وبيحاولوا بقروشهم وبجهودهم الذاتيه. هذا بتشجيع من دور النشر؟ يعني انت كمسؤول عن دور النشر هل تشجع هذه الحركه الجديده لدى الكتاب الشباب؟ انا حاولت مثلا ان انا اتفاعل ايجابا مع هذه الحركه. هذه الحركه بتجسد اللي انا بقول عليه، ان احنا في مرحله تحول، في شباب جدد جايين من منابع مختلفة خالص عن المنابع اللي جت منها الأجيال السابقة، وعندهم رغبة في الكتابة. أنا مش واقف كتير عند حتى يعني شوفي أنا واصل لدرجة إيه عشان أبقى أحاول أبقى إيجابي، مش واقف كتير عند مستوى كتابتهم، لأن رأيي إن هذا المستوى قابل للتحسن، لكن أنا واقف كتير حوالين حماسهم وإخلاصهم ورغبتهم في الكتابة، وواقف عند إن هم بيخلقوا لنفسهم دوائر من القراء خارج الدوائر التقليدية، بعض هذه الجامعات من الأقاليم، يعني جماعة زي إضافة مثلا من منصورة، فبتخلق لنفسها بحكم أنها جماعة من مدينة غير القاهرة بتخلق لنفسها قاعدة قراء في المنصورة، هذا شيء إيجابي. إذا احنا بنتكلم على علاقة جدلية ما بين كتاب جدد وقراء جدد، كل ده بالأمانة وبما يرضي الله، وهذا صادم جدا للبعض، خارج دوائر النشر والمثقفين التقليدية، وده ربما صادم للبعض، وعشان كده بعض الناس بتقول إيه إن هذه الأعمال دون المستوى. أنا شخصيا يعني لا أستطيع أن أتهم كل هذا الإنتاج والزخم بأنه دون المستوى، أنا بقول أنه بصرف النظر عن المستوى إحنا قدام ظاهرة هتحسن من نفسها مع الوقت ومع اتساع دائرة القراء. إذا إحنا في مرحلة تحول، أنا بقول أن دور المؤسسات المختلفة سواء الناشرين المستقلين أو الأجهزة الثقافة الرسمية أو ما شابه، أنهم يحاولوا يتفاعلوا مع هذه الظواهر الجديدة. يعني لافت للنظر جدا ان مصر القاهره اللي كان غايب عن وسط المدينه فيها وعلى مدى عشرات السنوات افتتاح مكتبات جديده، الخمس سنين اللي فاتوا بيتفتح 7 8 مكتبات. انا عارف ان الرقم ده قليل جدا جدا جدا، ولكن هذا الرقم ما كانش موجود، كان زيرو. استاذ فريد، يعني انا احيي انك تلتقط هذه الاشارات الايجابيه، لانه ربما يجب ان نتمسك بهذه الاشارات من اجل تعميمها ومن اجل تكريسها كتجربه مشجعه للمستقبل. ولكن اريد ان اعلم منك تفسيرك لهذه الحركه اليوم، ما هو الذي جعل هنالك هذا الحراك؟ لانه صراحه اذا انت كنت تلمس هذا الامر في القاهره، انا لا المسه في اي يعني للاسف في اي مدينه عربيه اخرى. انا عندما اشارك في اي معرض كتاب لا اجد هذا النفس الشبابي الجديد، لا أجد يعني هذه الكتابات الجديدة، أجد نفس الكتاب ونفس العناوين ونفس الكتب القديمة. ما أنا عايز أقول لك برضو أن من ضمن المأساة اللي احنا عايشين فيها أن حتى معرض القاهرة الدولي للكتاب مش ملمس بما يكفي مع هذا الشباب. يعني أنا المؤسسة الثقافية الوحيدة اللي اكتشفت هؤلاء الشباب وقدمتهم كظاهرة هي ساقية الصاوي. يعني افتتاح ساقية الصاوي في القاهرة منذ بضعة سنوات هو اللي لفت نظر واحد زي حالاتي حتى الى ان في ظاهره اسمها ان احنا كلنا بنتكلم عن الازمه الثقافيه وبتعالي الشباب عن الثقافه، ثم يجي مشروع ثقافي زي ساقية الصاوي فالاف من الشباب يترددوا عليه، صحيح عشان يسمعوا مزيكا او يشوفوا لوحه فن تشكيلي، لكن كل هذه ثقافه. المشكله ان الشباب اللي جاي ده على الثقافة جاي من منابع اجتماعية أكتر منها منابع سياسية وثقافية تقليدية. يعني احنا في مصر شاهدنا في السنوات الأخيرة أو في العقدين الأخيرين انتعاش لبعض الشرائح في الطبقة الوسطى خلاها
قدرت تربي ولادها كويس وتعلمهم انترنت وتعلمهم لغة، فالشباب ده بدأ يخش الثقافة من مدخل غير سياسي تقليدي، لأن في مصر كان العادة أن الناس بتدخل الثقافة من مداخل سياسية. النهاردة داخلين هم الثقافة من مداخل التعرف على العالم والإنترنت وسماع المزيكا وكذا. وبالتالي اللافت، وده اللي الناس كتيرة بتناقشه، أن هم لما بيجوا يتعاطوا الكتاب مثلا بيتعاطوا الكتاب الخفيف. احنا لسه في المرحلة دي، يعني الكتب الأكثر مبيعا استيل هي الكتب الخفيفة والساخرة وكذا. لكن أنا بعتبر، وعشان كده بقول ايه، دي مرحله انتقاليه. نعم. احنا في مرحله تحول. الاف الشبان، يعني فيهم لاول مره في القاهره، وبقول ده بكل اسف، يعني ان في كتب تتعدى توزيعها 30 و40 و50 الف نسخه. حتى لو الكتب دي من وجهه نظر بعض المثقفين هي كتب خفيفه، لكن هذا سيفضي الى ان من ال 30 40 الف شاب اللي قروا الكتب الخفيفه دي ممكن يظهر 3000 و4000 و5000 يقروا كتب اكثر عمقا. اذا احنا بنتكلم عن تحول، كيف نتعاطى هذا التحول؟ لما تفتح بقى مكتبه زي مكتبه بدرخان ومكتبه حنين ومكتبه البلد ومكتبه الديوان، وتعمل حفلات توقيع وتعمل ندوات، ده تعاطي مع الظاهره. على كل حال يا سيد فريد، يعني عندما اشرت الى انه ربما نحن اذا اكثر، يعني هذه الحركه الانتقاليه ليس فقط في حركه القراءه وحركه الكتابه للشباب، هي على ما يبدو ان هنالك صحوه لدى الطبقه الوسطى التي كنا وما زلنا نعول عليها الكثير من اجل ايجاد حراك، ان كان ثقافي او اجتماعي او حتى اقتصادي في اي مجتمع. استاذ حكمت، انا اريد ان اسالك، الاستاذ فريد اشار الى انه ما عليه انه اذا كان هنالك يعني ربما لغه غير متمكنه من حيث اللغه العربيه، اذا لم يكن هنالك مضمون كافي، على الاقل لنتمسك في هذه المرحله بهذا الكم من الكتابات وبدخول الشباب. انا اريد ان اسالك، هل اليوم هنالك غربه بين الشباب العربي وبين ما يكتب؟ لانه البعض يقول انه ربما نحن نغرق في الاهتمام بالمضمون على حساب الشكل، نحن لا نهتم لا بالغلاف ولا بكيفيه يعني وضع ربما صور مرافقه للكتاب، يعني ليس هنالك كتاب عربي جذاب اليوم للقراءة. صحيح. أول شيء اسمحي لي أن أحيي هذه الإيجابية والليبرالية أيضا بالتعاطي مع الموضوع. أنا سررت جدا عندما سمعت أنه الأستاذ الكريم لا يريد تقييم، يعني إعطاء حكم قيمي على الكتابات الجديدة، يعني هذا يشجع، وهذه بادرة جيدة ومتفهمة لحركة الأجيال، لأن هناك أنماط وتنميط إجمالا لدى المثقفين العرب القراء الذين هم عادة يعني الطبقة الشرائية الكبرى في العالم العربي، ولديهم صور نمطية لماهية الثقافة وماهية الكتب وطريقة الكتابة. فأنا بهذا الجانب أتشارك معه بالتأكيد، والأرقام التي تحدث عنها، إذا كان هناك من يعني من هذه الشريحة من كتاب يبيعون حوالي 30 إلى 50 ألف نسخة، أمر مبشر للغاية. يعني ممتاز، هذا أمر ممتاز، لأنه أنا على حد علمي وحسب ما أعلم عادة خصوصا لدى الكتاب الجدد، يعني معدلات النشر تكون بين 3000 و5000 عموما. طبعا لا اتحدث عن ربما لهذا من الجيد مثلاً أو ربما ضوالة. لهذا من الجيد ان نستعرض تجارب من دول ومدن عربيه مختلفه، لاننا سنستعرد يعني الموضوع. هناك حالات استثنائيه في القراءه. الجزائر، يعني انا لا اريد ان ادخل بمثل الجزائر، يعني خاصة في هذا الوقت، بمعنى أني أتدخل بين الحساسية المصرية والجزائرية تحديدا. الأستاذ فريد، أنا أؤكد لك بعيد عن هذه الحساسية. طبعا، لأنني لمست هذا. لكن في الجزائر هناك يبدو حالة استثنائية. أنا أعرف واحدة من جرائدهم الكبرى، يعني اليومية توزع حوالي 500 ألف نسخة. هذه أرقام أيضا تبشر بالخير. لكن هذه، يعني أنا عندما بدأت الحديث كنت أتحدث عن حال الصناعة عموما، ولا أتحدث عن استثناءات. وطبعا يجب أن نشيد بهذه الإيجابية لأننا بحاجة إليها. يعني ولكن أستاذ حكمة، ماذا عن الشكل؟ يعني الأستاذ فريد تجاوز موضوع المضمون. صحيح. وقال أنه من حيث الأحجام الأرقام مباشرة. صحيح. ماذا عن الشكل باختصار؟ لأنه يجب أن نطلع إلى فاصل. بس باختصار، يعني الصناعة ككل قد تكون مريضة، لكن قد يكون هناك في حالات يعني مبشرة بالخير. هذه ظاهرة موجودة في بعض الأمكنة. يمكن الحديث عن أشياء، يعني عن طريقة تمويل أخرى للكتب نشأت في الخليج العربي، ممكن الإشارة إليها. لكن بالعودة إلى موضوع، طبعا هناك مسؤولية على دور النشر. يعني جزء أزمة الكتاب هي جزء من أزمة عامة تطاول المنطقة عموما، وتطاول الفرد بثقافته بتركيبته، إن كان ناشرا أو إن كان قارئا أو إن كان يعني حتى تشاتر على الإنترنت. طبعا مستوى، يعني نحن مضطرون للمقارنة، يعني مستوى الإبداع
الفني هذا بالشكل من حيث الجماليات، الجماليات، الأغلفة، يعني طريقة الطباعة. طبعا هناك أزمة عميقة في الكتاب العربي، هذا أيضا لا يلغي بتاتا محاولات البعض التحديث من حيث الناحية الإبداعية يعني للكتاب. وهناك أيضا انعكاس آخر على مستوى الكتابة ممكن التحدث عنه، باعتبار أن بدون أن نتدخل في طبعا التقييم القيم، باعتبار أن الطبقة التي تقيم هذه الكتابات يعني الناس التي تعطي الجوائز، رواد المقاهي من بقايا يسار الستينات، يعني إذا بدك لكون بالتعميم السياسي والاجتماعي يكون يعني يكون عم وصف توصيفا دقيقا، هؤلاء لا يستنجون الطبقة الوسطى الصاعدة المتأثرة بعوامل ثقافية مختلفة جديدة، لا يخاطبون لغة الجيل الجديد ربما ورغباته وحاجاته. هؤلاء لا يخاطبونه، وهؤلاء قراء، هؤلاء قدرة شرائية شئنا ما بينا. وهناك قدرة شرائية أخرى لدى الإسلاميين أيضا، وهم قدرة شرائية كبيرة أيضا، ولا يستنزجون أيضا هذه الأنواع من الكتابة. فالتفاوت هنا يعني هناك ربما لنصفه نضج في الكتابة بارتباط هذه الأدبيات بالأدبيات الكونية، وهناك في نفس الوقت قد يكون عدم نضج أو عدم توازن لهذا النضج في الكتابة في العالم العربي. أنا ذكرت في بداية هذه الحلقة من أنت المسؤول بأنه موضوع ليلى متشعب، يبدو أنه ليس متشعب من حيث الأسئلة التي أريد أن أطرحها، متشعب أيضا من حيث خلفياته الثقافية والاجتماعية صحيح. والدينية والتاريخية والسياسية. سنناقش كل هذه الأمور بعد العودة من الفاصل.